السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة شجون تيوب. يسرنا أن نقدم لكم هذه القصيدة الرائعة للشاعر أبو فراس الحمداني بعنوان أقول وقد ناحت بقربي حمامة. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ عاد الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن النائل مسافة عالي؟ أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن النائل مسافة عالي؟ أيا جارتا ما أنصف الظهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تري روحا لدي ضعيفة، تردد في جسم يعذب بالي. تعالي تري روحا لدي ضعيفة، تردد في جسم يعذب بالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. نشكر لكم حسن المتابعة، نتمنى منكم الاشتراك بالقناة. مع تحيات قناة شجون تيوب.